بسم الله الرحمن الرحيم، بدنا نكمل اليوم بالوحدة السادسة إن شاء الله. آخر موضوع عنا اللي هو بيحكي عن الأريز، اللي هي المصفوفات. نشوف شو يعني أريز، شو أهمية الأريز بلغة البرمجة، شو المواضيع اللي رح نغطيها بالتشابتر. طبعا مش كل التشابتر مطلوب، عنا تقريبا نص التشابتر، أكثر من نص بشوي. في عنا كيف نعرف أريز، شو يعني أريز أول إشي، كيف نعرفه، شو يعني أريز سايز، كيف نعمل initialization للأريز. initialization يعني نعطي قيم لعناصر الأريه، كيف نتعامل مع عناصر الأريه، كيف نشتغل على الأريه باستخدام اللوبس، باستخدام جمل الدوران، array bounds checking، كيف نفحص حدود الأريز. راح نستخدم الفور each loop، الأريه methods والباسنج and array to procedure. هذا مش مطلوبات، آخر 7 و8 و9 مش مطلوبات، آخر موضوع مطلوب for each loop. نشوف في عنا إشي اسمه variable وإشي اسمه array. لما نحكي عن الفاريبل، الفاريبل هو موقع بسيط بالذاكرة، إله اسم بيحمل قيمة واحدة فقط. اتفقنا شو هو الفاريبل؟ نحكي المتغير x نوعه integer، المتغير y. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نكمل الفرق بين الفاريبل. والاري. حكينا الفاريبل هو سمبل لوكيشن، موقع واحد بالذاكره، سنجل لوكيشن موقع واحد بالذاكره له اسم وله قيمه. لما احكي اكس نوعه انتجر يعني هو مكان بالذاكره ممكن يحمل قيمه واحده فقط. الأريه شو هي؟ الأريه مجموعة مواقع بالذاكرة. لاحظت شو الأريه؟ مجموعة مواقع، collection of simple variables، مجموعة مواقع بالذاكرة إلها اسم واحد ونوع واحد. مجموعة مواقع بالذاكرة تحمل اسم واحد ونوع واحد. طب شو بستفيد من الأريه؟ نشوف أمثلة كيف بستفيد من الأريه. لو قلت لك اسم طالب بدي متغير واحد اسمه name، بخزن فيه اسم طالب. لو قلت لك بدي اخزن اسماء طلاب الشعبه 94 طالب، انتو اعرف 94 متغير عشان اخزن اسماء ال 94 طالب، ولا اعرف مصفوفه واحده مكونه من 94 عنصر؟ مين الاسهل؟ الاسهل اني اعرف مصفوفه مكونه من 94 عنصر جمله تعريف واحده. بدل ما اعرف 94 جمله تعريف، بعرف مصفوفة واحدة كل عناصرها من نفس النوع وبكون حجمها 94، بخزن من نوع string مثلا، بخزن فيها أسماء الطلاب. نفس الإشي علامات الطلاب، بعرف مصفوفة مكونة من 94 عنصر للعلامات من نوع integer مثلا. جملة تعريف واحدة بقدر أحجز مجموعة مواقع، بدل ما أحجز موقع واحد. المتغير العادي بحجز موقع واحد، بالأري بحجز مجموعة مواقع متتابعة بالذاكرة لها نفس الاسم ونفس النوع. كل عناصر الأري مثلا الأري names، أسميها names مكونة من 94 عنصر، بيكون كل عنصر من عناصرها string، بقول نوع الأري string، يعني كل عنصر من عناصرها بقدر أخزن فيه string. array marks مكونة من 94 عنصر، بحكي نوع انتجر، كل عنصر من عناصرها بقدر أخزن فيه قيمة نوعها انتجر. لهيك بدون arrays ما بقدر أبرمج فعليا، أنا ما بقدر أبرمج بدون مصفوفات، لأنه معظم التطبيقات ما بتعامل مع داتا بسيطة X و Y و Z، أنا بتعامل مع مجموعة بيانات. دائما اي تطبيق روح عليه عشان تبرمجه، انت ما بتتعامل مع بيانه واحده، بتتعامل مع بيانات، اسماء طلاب، علامات طلاب، اسماء موظفين، اعمار الموظفين، رواتب الموظفين، بتعاملش مع لموظف واحد، انا بشتغل. ومن طرق تسهيل تخزين البيانات الاري، هاي من اسهل الطرق الاري. معطينا مثال على استخدام الاري، بحكي لنا suppose you want to evaluate the exam grades for 30 students and to display the names of the students whose scores are above average. أكيد نفترض أنك بدك تخزن علامات 30 طالب، وبدك تعرض أسماء الطلاب اللي علاماتهم فوق الأفريج، فوق المتوسط. لاحظ ما حكي لنا، ممكن نعرف أسماء الطلاب student 0 as string، student 1 as string، student 2 as string، لحد student
29 as string بكون مع الرفض 30 متغير عشان اخزن فيه الاسماء. ونفس الاشي للسكور، سكور 0 as double، سكور 1 as double، سكور 2 as double لحد سكور 29 as double بكون عرفت 39، لأن سكور 0 عند سكور 29 يعني 30 متغير عشان اخزن فيه علامات الطلاب. بس شوفوا بدي 30 جملة، كل جملة طولها مترين. حملونا بفصل النت بجوز بسبب علامات طلاب التوجيه، النت صار ان الكل بدخل على النت، مضطرين مننا ناخذ المحاضرة. اليوم ما عرفتش اعطي محاضرات والحمد لله. لاحظ كيف عرفت الري مكونة من 30 عنصر. تفضل، في حدا بدي يسأل؟ راح الدم جملة التعريف بتبلش بدم دائما، بحط اسم الاري ستودنت بين اقواس اشي اسمه الابر باوند 29، هذا الابر باوند. راح اقول لك شو يعني ابر باوند. از سترينج راح يكون عندي مصفوفه اسمها ستودنت مكونه من 30. ممكن تعطينا المحاضره على انت نعم ممكن ايش؟ كان طالب يحكي معك دكتوره، يمكن ما بتس... مش سامعتنا انت؟ ممكن تحطي لنا المحاضره. انت مش سامعتنا؟ لا، في طالب سمعت وقطع صوته. احط المحاضره ايش؟ ما انا عشان اسجل المحاضره كمان لازم يكون في نت عشان ادخل على الزوم، ما هو بكل الاحوال لا راح اعرف اسجلها لحالي ولا راضي يدخل معاكم، يعني بكل الاحوال مش داخل النت. يلا بس يعني مش راضي يدخل نهائيا. هو بحكي لك انه قصده لو تصوري لنا اياها. ما انا عارف عارف، ما هو كمان انا عشان اصورها بده يكون في نت، بيكون النت شغال، يعني بكل الاحوال صعب. خلص خلينا ناخذ هالكم سلايد ونخلص. Them students of 29 as a string. لاحظ هاي students اسم الاري بين أقواس 29، هاي 29 بنسميها upper bound of subscripts in the array. upper index، شخدنا إيش اسمه index؟ بقول لك هذا الـ upper index. عناصر الـ array، هاي بدي أعمل insert أوريكم كيف عناصر الـ array. إيش شغال ليه؟ شوف في عنا إشي اسمه index وهون الإليمنت قيمة العنصر. العنصر الأول الindex إله 0، الثاني 1، الثالث 2، لآخر عنصر هذا حط نقاط. ما نفترض إنه عندي عناصر كثير، ها وآخر عنصر بيكون الأبر باوند إله 29. تشو الأبر باوند؟ وهاي الأري بيكون اسمها student. شايفين هاي الاري اسمها student مكونة من 30 عنصر. كيف 30 عنصر الاري هاي student؟ الاندكسز فيها او بنسميهن الابر سبسكريبت، هذا الابر باوند او ابر سبسكريبت او ابر اندكس، يعني العنصر الاخير شو الاندكس له؟ 29. طب كم عنصر بيكون فيها؟ بيكون فيها 30 عنصر. ليش 30 عنصر؟ لانه اول عنصر متذكرين لما عملنا الاري اوف كاركترز السترينج، السترينج قلت لك هاي اري اوف كاركترز، كنت الرموز اللي بالسترينج ارقمهن ابتداء من وين ارقمهن؟ ابتداء من الصفر، متذكرين اول حرف زيرو. ليش؟ لان هي عباره عن مصفوفه، عناصر المصفوفه عباره عن كاركترز. بس هون لاحظ ستودنتس هاي مصفوفه، كل عنصر من عناصر المصفوفه مش كاركتر، عباره عن سترينج. سجل الأسماء أحمد، علي، محمد، راما، ريما، سما، سناء، وائل، أسماء الطلاب. كل عنصر عبارة عن اسم لطالب. أول عنصر الاندكس له دائما كم؟ زيرو.
الباوند بنسميه او الاندكس او السبسكريبت. ثاني عنصر واحد، ثالث عنصر اثنين، اخر عنصر بيكون الابر باوند المكتوب هون 29. لو سالتك كم عدد العناصر، عدد العناصر 30. نفس الشيء السكورز هون، رح يكون في عندي جدول هيك، الاندكس 0 1 2 3 اخر اندكس 29، والعناصر واسمها سكورز رح تكون المصفوفه، قيمها رح تكون دبل، بتمثل هاي الاري نيم سكورز، عناصر الاري نوعها دبل، يعني كل قيمه ممكن اخزنها داخل سكورز هي من نوع دبل. الابر باوند 29، شو يعني الابر باوند؟ يعني اخر سبسكريبت 29، يعني بقول لك كم عنصر فيها؟ 30 عنصر، لانه اول اندكس 0، الثاني 1، الثالث 2، الرابع 3، الاخير 29، ال 30 بيكون 29. كل عنصر من عناصر الاري بعامله زي كاني معامل متغير مستقل. طب كيف برجع للعنصر الواحد؟ student sub zero. اذا بدي ارجع للعنصر الاول، العنصر الثاني student sub one، العنصر رقم 15 student sub 14، العنصر رقم 30 student sub 29. بس لاحظ هون، بدل ما اعرف كل موقع لحال، عرفت ان كلهن بجمله واحده. طب هذول مجموعة عناصر، إذا بدك تتعامل مع عنصر عنصر بصير، مع element بنسميه element عنصر. كيف برجع للعنصر؟ اسم المصفوفة بين أقواس الاندكس. بدي العنصر الأول بقول student sub 0، نقراها sub. بدي العنصر العاشر student sub 9. بدي العنصر رقم 20 student sub 19. ننتبه إنه ال 20 اللي هو الاندكس اللي بيكون 19، لأنه الأول بيكون ساب زيرو، وهكذا. يعني لو بدي اجي اخزن بقول لك بالعنصر العاشر قيمه احمد، بتقول لي ستودنت ساب 9 يساوي احمد، احمد بين دبل كوتيشن كنص، اتفقنا؟ طيب لاحظ شو معطيني، بوتينج فاليوز انتو ان اري. اذا بدي اخزن قيم بعناصر الاري، ممكن اجي اشتغل عنصر عنصر، بس احنا راح نتعلم الدوران، استخدم لاحظ حكينا عدد العناصر رح يكون n زائد واحد، بالمثال السابق رح يكون 30 student، لما نحكي dim students of 29 الأمر subscript رح يكون عندي 30 elements، 20 scores 29 كمان رح يكون عندي 30 elements اللي هن عدد عناصر الأري أو size of the array. Declaring a one-dimensional array، هاي الأري بنسميها one-dimensional لأنه بكون إلها subscript واحد. لو ممكن أن نعمل two-dimensional array أو three-dimensional array، بس إحنا هون مطلوب عنا بس one-dimensional array. One-dimension يعني زي vector، نسميه vector. Two-dimension نعمل زي جدول، three-dimension بنعمل زي الكيوب المكعب أو التوازي مستطيلات. لاحظ dim students 29 as string، عرفنا 3 students، الاري نيم هو متغير اسمه بتنطبق عليه شروط التسميه، الابر سبسكريبت اللي هي القيمه اللي بين اقواس must be a positive whole number، السبسكريبت الابر سبسكريبت لازم يكون عدد صحيح موجب، بصيرش احط 29 ونص، students of 29 ونص لازم يكون، او سالب 29 لازم يكون بحكي لنا عدد صحيح موجب اللي بيمثل الأبر سبسكريبت عدد صحيح موجب. الداتا تايب may be any visual basic data type، شو أنواع عناصر الأري؟ ممكن يكون كلهن integers، ممكن يكون كلهن strings، ممكن يكون double، ممكن يكون boolean، يعني كل عناصر الأري يا true يا false، ممكن تكون characters إنه كل عنصر من عناصر الأري بتحمل رمز، ممكن تكون strings كل عنصر من عناصر الأري عبارة عن نص، ممكن تكون، ممكن يكون أي نوع من أنواع البيانات الموجودة بلغة Visual Basic. Visual Basic knows an لاحظ حكينا عدد العناصر رح يكون n زائد واحد، بالمثال السابق رح يكون 30 student، لما نحكي dim students of 29 الأمر subscript رح يكون عندي 30 elements، 20 scores 29 كمان رح يكون عندي 30 elements اللي هن عدد عناصر الاري او size of the array. Declaring a one-dimensional array، هاي الاري بنسميها one-dimensional لانه بكون لها subscript واحد. لو ممكن ان نعمل two-dimensional array او three-dimensional array، بس احنا هون مطلوب عنا بس ال one-dimensional array. One-dimension يعني زي vector، نسميه vector. Two-dimension نعمل زي جدول،
3 دايمنشن بنعمل زي الكيوب المكعب او التوازي مستطيلات. لاحظ them students 29 as string عرفنا 3 students. الاري نيم هو متغير اسمه بنطبق عليه شروط التسميه. الابر سبسكريبت اللي هي القيمه اللي بين اقواس must be a positive whole number. السبسكريبت الابر سبسكريبت لازم يكون عدد صحيح موجب. صيرش يحط 29.5 students of 29.5 لازم يكون او سالب 29 لازم يكون بحكي لنا عدد صحيح موجب. اللي بيمثل الابر سبسكريبت عدد صحيح موجب. الداتا تايب may be any visual basic data type. شو انواع عناصر الاري؟ ممكن يكون كلهن integers، ممكن يكون كلهن strings، ممكن يكون double، ممكن يكون boolean. يعني كل عناصر الاري يا true يا false. ممكن تكون characters انه كل عنصر من عناصر الاري بتحمل رمز. ممكن تكون strings كل عنصر من عناصر الاري عبارة عن نص. ممكن تكون ممكن يكون اي نوع من انواع البيانات الموجودة بلغة visual basic. Visual Basic knows an. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نكمل. بحكي لنا ال Visual Basic knows an array is declared when name is followed by parentheses. كيف بميز إنه هاي array مش عنصر مش موقع عادي؟ الموقع الحادي بقول dim x as integer. طب كيف عرفت إنه كيف بعرف students إنها array إنه بعديها في أقواس في upper bound بعرف إنه هاي عبارة عن array. معطينا مثال على array declaration example. them int hours بين أقواس 5 as integer. int hours هاي اسم الarray مكونة من 6 عناصر. لو سألتك كم عنصر بعناصر الarray هاي بتقول لي 6 عناصر. طب كيف عرفت انها 6 من حاط 5؟ الخمسة بتقول لي هاي مش العدد العناصر، هاي بتمثل الاندكس لآخر عنصر. أول عنصر رح يكون الاندكس إله 0، الثاني 1، الثالث 2، الرابع 3، الخامس 4، السادس 5. إذا عدد العناصر 6 اللي هن n زائد 1 وهون الn 5. اسم الاري int hours. طب كيف برجع للعنصر الأول؟ بقول int hours sub 0. العنصر الثاني int hours sub 1. العنصر الثالث int hours sub 2. العنصر الرابع int hours sub 3. العنصر الخامس int hours sub 4. العنصر السادس int hours sub 5. Note that 6 elements are available when an array with upper subscript of 5 is declared. كين عدد العناصر رح تكون 6 لأنه الأبر باوند هو 5 أو الآخر إندكس هو 5. إذا عدد العناصر رح تكون 6. Each element is an integer type. طب ممكن يكون array يكون من من أنواع مختلفة؟ لا، كل عناصر الأري لازم تكون من نفس النوع. أنا بعرفهن كلهن إما كلهن integer أو كلهن string. أو إذا بدي array تحمل أسماء الطلاب بعملها string. array بتحمل علامات الطلاب بعمل array ثانية بتكون إيش؟ integers مثلا. بس ما بصير خليط، ما في خليط، كل عناصر الأري من نفس النوع. جينا عرفنا، جيت قلت من الدوران لو حكيت لك هون مثلا بدي اشتغل على عناصر هاي الأري فيها قيم معينة، جيت قلت لك اطبع لي عناصر هاي الأري خزن قيمة 10 زائد الاندكس داخل عناصر الاري هاي اللي اسمها int hours او ده سميها هون سماها array. تخزن الاندكس زائد 10 يعني 0 زائد 10 تخزن بالعنصر الاول 10، الثاني 11، الثالث 12، 13، 14، 15 واطبع القيم داخل الليست بوكس اللي اسمه ليست بوكس 1. لاحظ كيف اشتغل عليها. them array of 5 as integer يعني عرف مصفوفة مكونة من 6 عناصر. بعدين عمل counter استخدم جملة while هون. بقدر استخدم جملة while، بقدر استخدم جملة for. them counter as integer يساوي 0. بعدين قال لي do while counter أقل أو يساوي 5. بلش الكاونتر. ليش بلش الكاونتر من 0؟ لأنه هذا الكاونتر شو بدي يمثل؟ بدي يمثل الاندكس لعناصر الأري. طبعا عناصر الاري اللي الابر سبسكريبت إلها 5، شو راح يكون الاندكسز إلها؟ من 0 ل 5. اذا الكاونتر راح يبلش من 0
واحكي له دو وايل كاونتر اقل او يساوي 5، مش اقل من 5، اقل او يساوي، لانه اكيد اخر عنصر الاندكس له 5، اقل او يساوي 5. لاحظ شو قال لي؟ الريسابل كاونتر، الريسب كاونتر. لما الكاونتر زيرو راح تكون الريسب زيرو، بعدين بزيد الكاونتر واحد بصير الريسب 1، بعدين الريسب 2، الريسب 3، لانه قاعد بزيد الكاونتر واحد باللوب. منتبهين؟ الريسب كاونتر، لاحظ شو سند للريسب كاونتر؟ 10 زائد الكاونتر. يعني شو راح يسند بالاول؟ اول عنصر 10 زائد 0 بتصير قيمته هون، راح تصير القيمه 10. بعدين شو عمل؟ list box 1.items.add الريسب كاونتر. هاي شو معناها؟ قيمة الريسب 0 طبعها بالليست بوكس 1، بعدين زيد الكاونتر 1، كان الكاونتر 0 شو صار؟ صار 1. رجع على اللوب، 1 أقل أو تساوي 5 true، الريسب 1 تساوي 10 زائد 1 11، رح يصير العنصر الثاني قيمته 11. افترض أنه اسم هاي بدل انت أورز اسمها الري، افترض لأنه أنا مسميها بدل انت أورز مسميها الري، تصير قيمة العنصر الثاني 11. بعدين هذا العنصر الري سب كاونتر شو عمل؟ طبعه داخل الليست بوكس 1، يعني اول قيمه بالليست بوكس 10، الثانيه 11، بعدين زاد الكاونتر 1 صارت 12، برجع صارت 2، كان 0 بعدين 1 بعدين 2، 2 اقل او تساوي 5 ترو، الري سب 2 اللي هو العنصر الثالث يساوي 10 زائد 2 الكاونتر 12، راح يخزن فيها 12. بعدين يطبع قيمة العنصر داخل الليست بوكس، أي الري سب 2 طبعها بالليست بوكس 1 راح يطبع ال 12، زيد الكاونتر 1 بتصير 3، 3 أقل أو تساوي 5 ترو، الري سب 3 تساوي 10 زائد 3 13، راح يخزن فيها 13. بعدين ليست بوكس 1.items.add الري سب كاونتر اللي هي 3، الري سب 3 طبعها اللي هي 13. طبع شو يعني الري سب كاونتر هون؟ القيمة المخزنة داخل هذا العنصر. هو خزن قيمة بعدين طبع لي إياها بالليست بوكس اللي هي 13. كاونتر بلس إيكوال 1 صار 4، أقل أو تساوي 5 ترو، راح يضيف فيه ال 14 ويطبعه بالليست بوكس. بعدين الري زيد الكاونتر بتصير 5، 5 أقل أو تساوي 5، الري سب 5، 10 زائد 5 بخزن فيها 15 ويطبعها بالري سب الكاونتر، الري سب الخمسة راح يطبعها بالليست بوكس اللي هي قيمتها 15، مش بطبع كلمة الري سب كاونتر، بطبع القيمة المخزنة داخل هذا العنصر. بعدين زاد الكاونتر صار 6، 6 أقل أو تساوي 5 فولس بخرج. لاحظ كيف قدر يطبع قيم. شفنا كيف خزن قيم داخل الأري وطبعهم داخل ليست بوكس، بس هنا اسمها أري مش انت أورز، اسمها أري مش انت أورز. نشوف الديفولت ان انيشاليزيشن. تعلمنا لحد الان كيف اعرف اري. لو قلت لك عرف لي اري نوعها بوليان تخزن فيها ترو فولس مكونه من 10 عناصر، شو بتقول لي؟ اسميها فلاكس، دم فلاكس بين اقواس 9 از بوليان، هيك بتقول لي فلاكس بين اقواس 9، يعني الابر سبسكريبت 9 بتكون ال 10 عناصر من 0 ل 9. قلت لك بالفلاكس خزن بالعنصر الخامس ترو، شو بتقول لي؟ فلاكس بين أقواس 4 تساوي ترو، هيك بتكون خزنت ترو بالعنصر الخامس. طب لو قلت لك خزن ترو بكل العناصر، تعمل دوران إما فور نيكس أو دو وايل أو دو أنتل، أنت حر، بس بدك تستخدم كاونتر، والكاونتر هذا بيمثل الإندكس عناصر الأري. ممكن أقول له فور آي إيكوال زيرو تو، قد كم عنصر قلنا؟ 10 تو 9، لأنه آخر عنصر 9، من 0 ل 9 شو بدي أعمل؟ طبعاً أنا نزلت البرمجية، أقدر أفتح أي بروجكت. جميل، بقدر مثلا اعطيكم امثله على الاريز. اجي احكي لك
هاي عندي list box بالform بدي أعرف array them ar as integers لاحظة حكينا منها الـ upper subscript عشان أقدر أعمل لازم أكون حددت الـ upper subscript بدي 10 عناصر بحط الـ upper subscript 9 يكون في عندي 10 عناصر طب إذا بدي أخزن القيمة أقرأها من text box خلينا أروح على الفورم أشوف في text box الفورم design في text box بس أنا بديش أقرأ من text box بدي أقرأ من input box بدي أقرأ قيم لعناصر الأري من input box أعمل لكم جملة تقرأ لكل العناصر لو بدي لعنصر معين مثلا العنصر الأول بقول لك array sub 0 تساوي input box إلى آخره بس أنا بدي لكل العناصر بما أني بدي لكل العناصر الأسهل أستخدم جملة دوران بدك تستخدم do while زي قبل شوي بصير بدك تستخدم الفو لاحظوا وين كنا بالمثال المثال قلت لك بدي أقرأ قيم لعناصر الأري اللي اسمها AR شو أعمل؟ حكيت لك بدي إذا بدي أشتغل على كل العناصر أسهل من ما أكتب جملة جملة بستخدم جملة دوران لأنه كل نفس الشغلة بدي أشتغلها على كل عناصر الأري بدي أكررها لكل عناصر الأري اللي هي مثلا أقرأ قيم من input box بستخدم إما جملة الفور أو جملة الدو وايل أو الدو أنتل أنت حر لازم تكون هالساعة بتعرف الصيغ كلها for I equal مثلا 0 I هو بدي يمثل الإندكس والإندكس قلنا بدي يمثل 2 9 وراح ناخذ array.count او array.length اللي بعطيني عدد عناصر الاري 4i equal 0 to 9 بجي بقول له array sub i مش array sub 0 array sub i لانه i راح تكون كل دوره الدوره الاولى 0 الدوره الثانيه 1 الدوره الثالثه 2 لحد التسعة array بس تكون i 0 كاني بقول له array sub 0 لما تكون i 1 كاني بقول له array sub 1 شو صيغه الانبوت أول شيء بدي أحولها لدبل ولا لإنتجر؟ لإنتجر. tint لأنه الإنبوت بوكس بعطيني قيمة تعتبر string. إنبوت بوكس بين أقواس هاي. إنتر أن إنتجر. بس بديش أحط عنوان هيك حطيت برومت. هاي الجملة بتمكنني إني أقرأ تطلع الإنبوت بوكس 19 مرات. طب هسا بعد ما قرأت قيم قلت لك لو بدي تجمع لي القيم اللي قرأتها للأري بدي أطبع عناصر الأري بليست بوكس بعدين بدي أطبع مجموحة بدي أطبع عناصر الأري بليست بوكس 4 جي أو ممكن نعرف I برا عشان ما ظنيش كل ساعة أحكي جي array of 9 فاصلة I بصير ولا بصيرش الأري of 9 هاي يعني هاي أري الأي عنصر عادي 4 I يساوي بديش كل ساعة استخدم متغير مختلف 2 9 شو قلت لك بدي تطبعهن بالليست بوكس هاي LST بوكس مين ينقلني كيف اطبعها دوت items دوت add شو اسم العنصر array sub AR انا مش مسميه array سميته AR sub I هيك هاي جملة اللوب بتمكنني اني اطبع العناصر داخل نسينا قوس داخل ليست بوكس طب بدي اجمع القيم اعمل سم يساوي زيرو وانت تطبع كل عنصر ضيفه للسم بديش بقدر اعمل لوب ثاني بقدر اعمل لوب ثاني بس انا فيش داعي اعمل كمان لوب خلص هاي سم بلس ايكوال الري سب اي بضيفه للسم بعدين بطبع الريسة باي بس اطلع من اللوب بكون جمعت كل القيم طبعتن داخل الليست بوكس هاي بدي اطبع عبارة the summation of array elements تساوي مدموجة مع قيمة السم نعمل run ونشوف هون كمان ناسيين قوس ضبط القوس
شايفين بعطينا ايرور. طيب نرد نعمل run.